رجعنا لكم يا رجاله بفيديو جديد من سلسله تختيم انشارتد 4 الحلقه الكامل خمسه تقريبا خمسه صح؟ خمسه او الرابعه لا خمسه خمسه فمستمرين يا شباب في التختيم باذن الله لغايه لما ننهي السلسله معاكم باذن الله مع نهايه اللعبه يعني. فطبعا قبل ما نبدا سيشن لايك اشير في القناه وخلينا نوصل فيديو اكتر من 200 لايك وشكرا جدا على دعمكم يا شباب وبرده خلينا نوصل 30,000 مشترك وفي فيديو تاني النهارده فاستنوه باذن الله هينزل على بالليل كده ان شاء الله الساعه 9 ولا حاجه. فمن غير كلام كتير يلا بينا على طول على الفيديو يا شباب. alright احنا وقفنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا كنا هنا دخلنا زي المقبره السرداب بتاع المقبره او ولا لا كنا فين كنا في المعبد تقريبا مش فاكر صراحه كنا فين بس يعني هنعمل ايه دلوقتي هنروح فين هنعدي المفروض الحته دي والله كنت اه على فكره كنت اه لسه ممكن اه بس لا 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 خير خير متماسك هيا اه متماسك يلا عدي سام هتعدي يا عم سام مش المشكله في الانشارتد مش زي توم برايد توم رايدر كان بيقول لك تروح فين فاهم اوكي 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 اوبا ماشي توم برايدر كان يعني بيقول لك تروح فين اوكي اه لقينا يحاول اخفاء كنزه لماذا يشرك قرصانا اخر بالظبط اه هو كان عايز يخفي الكنز بتاعه ارسل اليه احد صلبان القديس ديزما نعم وربما اخذ تول الكنز كله لنفسه وتو خباه برضو سنكتشف الحقيقه قريبا ماشي تو القرصان تو ده قرصان تاني خبى الكنز بتاع قفلنا الباب لن نعود من ذلك الاتجاه مش مهم على الاقل نسقط في حفرة او ما شابه اوكي ايه بقى الكلام ايه بقى اللغز هنا وجدتم المفروض يتحل ازاي ساخذ اليد اوه اولولو انه ده ميت معقد او محاكمة نعم اوكي وفشل هذا الرجل في النجاح فلنبذل جهدا اكثر ماشي هي محتاجه لغز اللغز ايه بقى انه دلو حسنا المفروض نملاه طيب ولا انا ماذا فعلا ايه اللي هيحصل مش عارف نملاه طيب نملاه يلا امتلا الدلو ماشي حسنا مرره لي خد يا عم خد الدلو اهو يا عم مملي شيل سام alright ضعه في تلك العجلة الكبيرة ماشي اطلع يلا ماشي ايه الكلام بقى بعد كده اوه حلو هذه العجلات اعتقد انني فهمت ما يحدث هنا اهذا بثلاثة صلبان نعم اعتقد اننا ننظر الى السيد المسيح واللص الطيب ديزما واللص الحقير جاستس ماشي نؤمن بان الصليب الابيض هو ديزما لذا فان الاسود كده؟ هو جاستس alright ماشي ده ايه لا 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 انا مش فاهم الدلو المفروض يبقى فين هنا ما اظنش ما اظنش ما اظنش بص هو تقريبا كده لا مفيش حاجة اقدر اتحكم في اللي فوق خالص اه اللي فوق ده خالص لا مش فاهمها ماشي هما دول التلات صربان دول موجودين الصليب اللي فوق ده خالص مش هقدر اتحكم فيه غالبا والله اقدر اقدر بس هم شيء عندما وضعت الدلو في الاعلى اوكي ماشي تمتد من الاليه الى الباب ماشي حسنا اذا الدلو في الاعلى شيء جيد حلو ابقيه هناك ماشي او ابقيته هناك خلي ده كده لا ده يبقى هنا 2 hours later طب اخلي الصليب الكبير ده فوق مثلا بص وانا ما اعرفش هو صح ولا غلط بس يعني انا هعمل ان انا اخلي الصليب الكبير ده هو اللي فوق انا هعمل كده خلي الصليب الكبير هو اللي فوق بس لابد وان هذا هو ايوه هيا لنكتشف اخيرا هل ستسحب المفتاح اخيرا اخيرا يبقى هو صح هو صح ان شاء الله ان شاء الله هو صح
بإذن الله. اسحب يلا. ايوه فتح 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 فتح. زبطت 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 اخيرا. والله بقى لي بتاع ربع ساعة بعمل. اوكي ماشي حاول اظبطها الحمد لله. ماشي مية فتحت الباب. نايس نايس. لو كان ذلك اختبارا فماذا كان يختبر اذا في رأيك؟ ما الهدهل؟ كان يجب ان اعرف. ماشي وقت انا موت. موت كل حلقة. معلش معلش موت كل حلقة. كل موت كل حلقة. هو ما كانش صعب والله بس يعني محسوبك غبي. اوكي. لا لا انا نسيت. معلش 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 نسيت كان يعمل ازاي. كان بيظبط ازاي. بس ارمي ده. يلا بسم الله. ايوه مات. والله كنت هموت. كنت وهموت. ماشي انزل. بس اوكي سامو والله بيجي بسرعه على طول. حسنا اعتقد ان علينا الصعود الى ذلك الجسر المكشوف. ماشي تخمين جيد. لنجد طريقه للصعود. ماشي هنحاول نطلع. تطلع هنا اهو. تعال هنا. تعال يلا قادم. حسنا لدي شيء لك هنا. ايه هو؟ استخدم هذا للوصول الى تلك المقابض هناك. قرار جيد. ماشي احذف يلا. زق 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 زق. والله يا عم انا هو تيم حلو يا عم والله. اتبعني يلا. اهو جاي وراك اهو. اوكي يلا خش من هنا. السقف منخفض هنا انتبه ل يا فريلا. فريلا سراديب موتى. هذا معقول. نحن اسفل كاتدرائية. ايوه احنا اسفل تاني ترش عفوا انطقها كاتدرا يا عم كنيسة. يلا هوبا. اوه في حد تقريبا. في ناس تقريبا. انتظر انتظر. اسمع. الا يوجد شيء عند المهاجع؟ لا شيء سوى شواهد القبور الجيدة الصياغة. انتهى التنقيب عند مبنى الاجتماعات؟ نعم سيدتي. Alright. الشمال الغربي مفتوحة. وماذا عن الحدود الجنوبية؟ ليس بعد. اوه وصل ريث. نفذ الأمر. وفي نفس ريث صوته حلو يعني مؤدي بتاع الصوت صوته مميز أوي الصراحة. ريث حلفك الحق. يلا ريث. لدينا لحظة. ابقيني مطلعة. اوكي حسنا. هيقول لك كلمتين. هل سمعت؟ لقد وجدوا منطقة تحت الكاتدرائية. نعم. هل رأيتها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبقى الكثير فيها بعد انتهائهم من البحث عنها. استخدم الرجال متفجرات. إنهم كثور هائج في متجر خزف. وحققوا تقدما خلال يومين أكثر مما فعلنا في شهر. تقدم. لا أستطيع تحليل الركام. حسنا حسنا. شكرا. سأجعلهم يخبرونك قبل القيام بشيء جذري. أو اخبريهم بأن ينتظروا حتى أحلل الأدلة التي لم تفجر. لا لا يمكننا الانتظار أطول. مع كامل الاحترام أعتقد أن لدي خبرة أكثر منك في هذه الأمور. لقد جربنا طريقتك. هراء. تريدين تدمير المكان منذ وصولنا. لا أردت سرقة ذلك الصليب قبل عرضه في المزاد بفترة. المزاد حيث لم يتواجد رجالي لمواجهة المفاجآت. المزاد كان الأأمن للحصول على الصليب. لكني استمعت إلى كلامك بدلا من اتباع حدسي. والآن لدينا منافسون. لم أتوقع أنه سيأتي. أو أردته أن يظهر؟ لما أفعل ذلك؟ لاعتقادك أنك تحتاجه. ربما تفعل.
هو محتاجه طبعا. هو أنني اكتفيت من تجنب صدام. لو الكنز هنا فسنجده، وإن لم يكن فيجب أن ننسى الأمر. هتنسى الأمر بقى. اسمع، انسى الأمر، بس هم دول الفيلن بتوع اللعبة، ف هيفضلوا معانا يعني. طبعا سأخبرك إن استجد شيء. احسن اريس، احسن اريس، عشان تخننا قوي يا كلب، عشان تخننا. لنتحرك قبل ان يفجروا الكنز تماما. يلا بينا، يلا انتظر، انها كانت محقه. عن ماذا؟ ريف جذبك للخروج. طالما لن يتفوق علينا من يبالي، لا يهم. صح، معك حق. يلا 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 سام، يلا سام. ما المنطقة التي كانوا يقصدونها؟ لابد وأنها غرفة جانبية لأننا الوحيدون هنا. المكان أعلى من القفز، ما لم يكن لديك ترامبولين. تركته في ساحة منزلي الخلفية. تبا. هي انتظر، هل لديك ترامبولين؟ أتمنى. أنت هتعمل إيه طب يا سام؟ هنا ماشي، فهمت فهمت. يوجد ممر هناك. فهمت فهمت فهمت. ايوه انزل انزل تحت. ايوه بس خلاص عملتها، زبطت كده، زبطت 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 زبطت. مش قوي يعني، ايوه زبطتش قوي يعني. انزل اول نزلة عادية خالص 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 مالس. روح يلا نيس، يلا نيس. ايوه ايوه يلا ايوه. اوبا ماشي، فكرت ان وقعت. نايس 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 نايس. على سام سام ده معلوش حذر. انظر لنفسك، صندوق قادم. اوعى. يلا ماشي، نزلنا الصندوق يلا عشان نطلع عليه. يلا اوبا يلا ماشي خلاص. اتحرك اتحرك اتحرك. بالتأكيد نقترب من الكاتدرائية. يجب أن أعترف أن هذا أكثر تعقيدا مما توقعت. والله أتعبت من الباركور. يتساقط بالكامل لأصبحنا محاصرين ثانية. نيثان انظر حولك. تبا، لابد وأن لهذا اختبارا آخر، لكن كله منهار في المحيط. أعتقد أن الاختبار الآن هو كيف نصل الى الجانب الاخر. ده اختبار، ده اختبار محترم. هذه الارجوحة الخشبية التي تبدو امنة قد تؤدي الغرض. فلنحاول، فلنغامر. يلا بسم الله. لا 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 لا. رابع مرة ما موتش. لا رابع رابع مرة. طب الارجوحة دي ايه حلها؟ طيب بصوا، احاول اجري باسرع ما عندي. يلا 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 يلا. ماشي، مش هتظبط مش هتظبط مش هتظبط. برضه قدامي ليله دي عقبال ما اظبطها. ماشي طب تعالى، طيب تعالى، طب ساعدني. هعملها ازاي؟ مستحيل. عد الى الجانب، ساوازن انا. ايوه يلا اهو ماشي يلا. ايوه جدع جدع، ايوه هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه، وده اللي انا عايزه. معلش وقع انت بقى. صح حسنا. الان ماذا عني؟ سأبحث عن شيء للمساعدة. استنى رائع. استنى رائع، سأنتظر هنا فحسب. ايوه ماشي. ورده وقعت. شكرا 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 شكرا. لا 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 داعي للتصفيق، لا داعي للتصفيق. شكرا شكرا لكم جدا، لا داعي للتصفيق. يلا يا رب. اخيرا تجعلك تقدم كل شيء مستخدم في صناعه فخاخ الموت هذا. لا تكن سطحيا. ماشي ماشي يلا. هذه اعجوبه هندسيه بشريه. اورايت، رايح فين بقى؟ انا بطلع. ماشي ماشي
أمهلني. وجدت شيئا لموازنة الأرجوحة. أوكي أوكي خليك زي ما أنت. زي ما أنت. هيفلح طبعا. يلا 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 شباب يلا شباب ارمي ارمي عليه بس يلا لا 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 وها هو اختبار آخر. الحمد لله وصلنا. أفضل مواجهة فخ في هذه المرحلة. آمل أن نكون في نهاية هذا الشيء في هذه المرحلة. يا ريت والله. خلاص كفاية اختبارات. والله كفاية. يفتح يفتح. يلا. تعود يا عيني. جليتشات جليتشات. ماشي. صليب آخر. أوكي. على الأقل يحتوي على جواهر. واو واو لا النساء ماذا لماذا؟ انظر الشيء القيم الوحيد في الكهف فيه فخ صحيح. أكيد صحيح اختبار آخر الجشع أو حتى من دونه. حسنا إذن لابد وأنها العملات العملات أنحن واثقون؟ تقريبا صارت تقريبا هذه ولكن واحدة الجشع أعرف لا تكون فخا alright ماشي هو طبعا لازم تاخد القطعة المعدنية بدل ما تاخد التمثال عشان الجشع اوكي بيعلمك دروس برضو ماشي هل تعرف الشكل؟ إنها مدغشقر مدغشقر صدق ممكن شبهها فعلا انظر النجم هنا خليج الملك إنه كذلك الوغد يتلاعب بنا عما تتكلم إيفري يتلاعب بنا يفترض أن يكون هذا المكان فأين الكنز ها؟ وصلنا إلى خليج الملك فما التالي؟ القطب الشمالي؟ الفضاء الخارجي؟ عادي ممكن يوديك العجل دي عادي انت كنز يا 400 مليون ينتظرهم النعيم كان يجندهم من كان؟ إيفري كان يجندهم يجندهم لماذا؟ رديت لي يا جدعان اوه أنتما مزعجان جدا يا سادة ارموا الأسلحة ببطء أنا مدينة لك ألم يكفيك إلقائي من النافذة؟ ريف ريف أجب أنا عند المقبرة نديم كان هنا إنهما أمامي الآن ماذا؟ عد إلى الكاتدرائية اتبع الفتحات أنا في طريقي لا تطلق النار عليهم الآن فلتسرع إذن خليج الملك نعم لكن أين في خليج الملك؟ ستحتاجين للصليب لمعرفة ذلك لكن هناك شخصان يمكنهما إخبارك بالطريقة دعني أخمن أنتما إن اعتمدت على ريف ستنتظرين لفترة أنا آسفة لست هنا للتفاوض أعطني الصليب إنه ليس كذلك بلاش بلاش من نظرية هذا يشير إلى أتعرفين؟ لا عليك لا تلمس خلاص بعدين بعدين خلاص طب ليه؟ تعالوا بقى انتوا جبتوا لنا نفسكوا ترى مش معايا مش معايا رصاص صحيح تعالي
الحان يا سام. في الحان. بسرعة 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 بسرعة. اديله. ايوه يا ابن لعيبه. ماشي حلوه. موت يلا طول ما انت معايا ما تقلقش. يلا اوه. لا 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 لا. ما الخطه؟ هات 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 رصاص. هاخد رصاص بس. لنصعد للاعلى ونخرج. ماشي يلا. موت يا. ايوه هي. ابلع يلا. قاعد بيضرب. اوه يا دي يا ابدل. ولا اديله. اوه اتخضيت. يلا يلا. عايش 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 بندقية صح؟ عايش بندقية. ابلع. تيرو تيرو تيرو. ولع. ماشي 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 ماشي. حلو الكلام ده قوي. حلو الكلام ده. ايوه هو ده اللي انا عايزه. هات البامب ال. ايوه ايوه ماشي ماشي. يلا يا جدعان. ايوه ابلع 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 ابلع. اديله. عمر 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 عمر. هقلبها لك عيد ميلاد. واخد المجال ده عين. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي. ايوه انت لسه عايش ولد يا ابن ال. عمر 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 عمر. وباختصار يجب ان تخرجنا من هنا. يلا بسرعه. نعم اعرف هذا. تمسك فاصل باسرع ما يمكن. يلا بينا. والله انت لسه اقولها كده الاقي ناس. يا معاه شيلد ده. ايوه لا لا لا. موت يا. بقول لك ايه تعالى. على يدي يا ابن ال. اموت اموت. ابلع يا. موت. اوكي موت. ماشي. I'm dead bro. I'm dead. ركز انا بيه. لا 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 لا. اموت تاني اموت تاني. ما ايه. بقول لك ايه. كيبورد وماوس. ولا. يا ابن الذين انت. امسك تاني الدراع. بص حاول اتسيب له فاهم. ابلع يا. حد تاني هيجي. ديله. في ديناميت معايا صحيح. ايه الغباوه دي؟ ايوه مات صح؟ مات تقريبا.
مش عارف الغباء اللي معايا ده، وكان معايا ديناميت من الصبح. ابلع عارف. انا هفضل غبي كده لحد امتى؟ ايوه يا سامي، عاش عاش والله يا سامي. موت يالا. اتواصل الحركة. ايوه. كابتن سام خلص. احتيامي. عثرنا عليه. طبعا. احذف يلا. هوبا. وي. والله جامد. مرة جامد. اوه في قناصة. حلوة دي. ابلع. وابلع. وابلع. جامدة. يلا. وابلع. وابلع. جامدة جامدة جامدة. قناصة جامدة. ده فين؟ ابلع. والله جامد القناصة. جامدة الصراحة، بس يعني الذخيرة بتاعتها ضايعة. ارمي يلا. هوبا يلا. وي جامد. في تاني صح؟ يلا ها. ابلع. ما تبلع يلا، موت يلا. ها ماشي ماشي ماشي. مات ها. نعم اهبط بها، سنصل اليك بطريقه او باخرى. لا تتوقف، استمر. لا 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 نوعا ما. نعم اوبا. نعم اكيد ماشي. هلا يلا. اي كي ام يلا. ليتس جو. موت يلا. حلو 360 دي. نروح فين؟ ماشي. في تاني؟ اوكي 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 اوكي. احذف. ايوه يا ابن اللعيبه. حلو. ابلع. ما ماتش. اطلع يلا. اطلع. لعيبة يا انا. لعيب 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 طول عمري لعيب طول عمري. جمدان جمدان. يلا باشا. بس انا بيل حرام ما بشكلش في نفسه الا ابليس. نروح فين؟ يلا 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 يلا. ايوه ايوه يلا. لا 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 لا. ولا موت يو. موت يلا. ماشي ماشي. تعال من هنا. وي. اروح فين؟ انت لعيبه والله يا عم. لعيب يا عم. اروح فين؟ يوه. هنروح فين بقى؟ في المية في المية في المية في المية يا نبي في المية. فيها عوم صح، نسيت ان فيها عوم. بسرعة اطلع. يلا يلا يلا. اهرب اهرب اهرب. انطلق. هيا. عاش الهروب.
عايش 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 عايش. الحمد لله يا ربنا الحمد لله. ايش جامد. كان هذا وشيكا. اطلقوا النار على طائرتي يا نيت. نحن بخير شكرا. متى يمكنك توصيلنا الى مدغشقر؟ لا كنز اذن. ليس بعد. لا اعرف عما تتكلم. انظر نحن اثرياء. بداية جيدة. تظن المتبقي في مدغشقر؟ كانت هناك غرفة وعلى أرضها خريطة ضخمة لمدغشقر. لذا أظنه هناك. بدأ الأمر يتحول لمطاردة سراب يا فتى. الكنز لم يكن في اسكتلندا، مفهوم؟ ما كان هدف كل ذلك إذن؟ وصليب القديس ديزما؟ انظر كما قلت من قبل، أظن أن إيفري كان يجند البعض. الصليب كان دعوة والكهوف كانت مجرد بداية. اجتزنا الاختبار إذن. مبارك يا فيكتور، أصبحنا نستحق رقعة العين. لا أفهم لماذا يبذلون كل هذا الجهد للتخلص من الناس. لكي يحمي نفسه. كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم في ذلك الوقت. كان عليه تجنيد من يثق بهم حتى يحافظوا على كنزهم سرا. ماذا تعني بكنزهم؟ فقط فكر في الأمر. توماس تو كان قرصانا بارعا بجدارة. ماذا كان سيربح من الانضمام إلى جانب إيفري؟ أظن أن إيفري أرسل الصلبان إلى القراصنة الآخرين الأثرياء أمثاله. ماذا لو تجمعوا وأخفوا كل كنوزهم معا؟ أوه. هذا سيجعل غنيمة جانزوي تبدو كبضعة قروش. أوه. 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 اللعنة. حسنا، أين سنذهب بالتحديد في مدغشقر؟ خليج الملك كان ملذا قديما في عصر إيفري. إنه مكان كبير جدا، كن أكثر تحديدا. لقد انهارت غرفة الخريطة تماما، لذا كما تعرف. على ما تضحك؟ كل الذين نجوا من الكهوف المجندون. ما الشيء الوحيد الذي كانوا سيرحلون به؟ كي هناك بركان على هذه. بركان. هناك بركان في خليج الملك، ما يعني أن علينا التحرك. يلا بينا يا شباب إلى مدغشقر عشان نقابل البطاريق وعلشان ناخد الكنز بتاعنا وموبايل سوني طبعا عشان هي حصرية بلايستيشن سوني وكده، فطبعا سوني الرائع الرسمي. أوكي. مراتي. كنت أحاول الاتصال بك. أوكي. أجل بالطبع. أيوة ده لين الفورم الرسمي بتاع اللعبة. كان السفر إلى ماليزيا أثناء الرياح الموسمية فكرة سيئة. نعم صحيح. لقد أجل عطلتنا بالتأكيد. تعطلت بعض الآلات لدينا لكن لم نتعرض للأذى. أهم شيء أنكم بخير. هل ستبدأ العمل غدا؟ تم تأجيله في الواقع. يبدو أننا سنحتاج إلى 10 أيام أخرى. 10 أيام. ما رأيك إذن في أن أتي إليك؟ صعبان علي والله أنت. لا داعي لذلك، لا بأس. تعرفين الأخبار مبالغ فيها عادة، سأستغرق أقل من ذلك. حسنا، لا تتعجل واحرص على سلامتك. سأفعل، أفعل دائما. اسمعي، يجب أن أنهي الاتصال، إن جيمسون يدعوني. حسنا. أحبك. حسيت أني في حاجة. بيدور على الكنز متلاقيش، بيدور على الكنز وجاي متلاقيش. اوه يا جدعان يا المنظر. اوه لما تشير الاقمار الصناعية شكلنا داخلين على جرافيك جامد. فقدت الاشارة. اتعرف ما الذي لا يفقد الاشارة؟ عالم اللعبة اسطوري يا جدعان. الاوراق. عالم اللعبة اسطوري الصراحة. هذا الطريق سيوصلنا الى البركان مباشرة. قد نواجه العقبات، فلنبدأ العرض إذن. وافق. حسنا. البركان أسطوري والعربية. أوه شكلنا نسوق عربيات. يلا يا باشا ودي الشابتر العاشر بإذن الله يا شباب. هيبقى الحلقة الجاية. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو بإذن الله. لو أنتم متحمسين إن احنا نكمل اللعبة اكتبوا لنا في الكومنتات. كان معكم محمد نبيل، شكرا لكم جدا على دعمكم ومع السلامة يا شباب.